نطالع عبر شبكة الشروق نت الجراي تطبيق السلم التعليمي الجديد العام المقبل. كشف مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي دكتور عمر الجراي يوم الأحد أن سلم التعليم الجديد 6 سنوات للأساس، 3 سنوات للمتوسط وثلاث سنوات للثانوي سيطبق ابتداء من العام المقبل 2020-2021. وقال الجراي إن المنهج الجديد سيكون خفيفا ورشيقا غير قائم على التلقين والحفظ وإنما قائم على الفهم، وأشار أنه ستدرس التربية المدنية بدلا من التربية العسكرية، كما ستعاد الفلسفة والمنطق وعلم النفس للمدارس الثانوية، كما ستعاد أيضا الفنون والمسرح والموسيقى في كل المراحل. إذن هي عودة مجددا للسلم التعليمي القديم والبداية ب6 سنوات للأساس، 3 بالنسبة للمتوسط و3 بالنسبة للثانوي، على أن تطبق في بداية 2021. لو تكلمنا عن الجزئية الأولى قبل أن ندلف لتفاصيل أخرى، يعني هي عودة إلى السلم التعليمي بالتحديد قبل أكثر من 30 عام. الحقبة التي سبقت الإنقاذ تحديد بالتحديد، يعني صحيح أن المناهج التعليمية بالتحديد تعرضت لكثير من التشويه وكثير من المشاكل. المنهج التعليمي بالتحديد في مرحلتي الأساس والثانوي يعاني كثير من التشوهات وكثير من المشاكل. يعني مثلا تجد طالب في مرحلة الأثاث أو في سنة أولى أثاث يحمل حقيبة لا يغوى على على لا يغوى على حملها وبالإضافة إلى أن الكثير من مواد المنهج محشوة بمواد لا تقدم ولا تؤخر، يمكن أن يواجهها كل تلميذ في حياته اليوم في حياته اليومية مع أسرته ومع في مدرسته وغيره. بالإضافة إلى أنه بالتأكيد المنهج محتاج إلى مراجعة شاملة ومحتاج إلى لا 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 أقول عودة إلى 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 إلى, إلى ما قبل فترة الإنقاذ بالتحديد، لكن عودة إلى الطريق الصحيح، عودة إلى منهج تعليمي قائم على الفهم وقائم على الاستيعاب وليس على الحفظ. منهج تعليمي يواكب التطور الكبير اللي حصل في التكنولوجيا في العالم، ومنهج يواكب عملية التغيير الكبير اللي حصلت في السودان. لينا بس أنا كان السؤال الأول سألته في عملية تغيير، يعني من 8 سنة بالنسبة للأساس، الثانوي 3 سنوات، بعد ذاك الطالب ينتقل للجامعة، خاصة الأعمار الصغيرة أصبحت هي موجودة في كل المراحل. صحيح. فأنا أتكلم عن إمكانية تنفيذ 6 سنوات بالنسبة للأساس، 3 بالنسبة للمتوسط، 3 بالنسبة للثانوي، تقبل برضو على أرض الواقع من قبل الطلاب، وإمكانية برضو أن تدفع بالعملية التعليمية تقريبا زادت سنة. صحيح. صحيح. اللي كان زمان تازع اللي كانوا حيقولوا يعني. أصلا المنهج كان 6 سنوات لحد المرحلة الابتدائية لحد السادس، والمرحلة المتوسطة لحد 3 سنوات، والمرحلة الثانوية 3 سنوات. الإنقاذ في السنتين اللي خير دين عادت تقريبا للمنهج ده لكن بطريقة تانية، سوت 9 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات الثانوي أو 8 سنوات. هي 9 سنوات زائد 3 سنوات 12 سنة. يعني عادت لنفس المنهج لكن بطريقة مختلفة. إنه الـ9 سنوات موجودين. زمان كان المرحلة المتوسطة مرحلة مختلفة تماما، مرحلة منفصلة. الآن المرحلة المنهج اللي 9 سنوات برضو كان فيه حيكون فيه إشكالات لوجود طلاب أعمارهم متباينة جدا في مرحلة واحدة. أنا أعتقد إنه مرحلة 6 سنوات زائد 3 سنوات زائد 4 زائد 3 سنوات هو الطريق السليم والذي اللي بيتواكب مع أعمار الأطفال.
وفرزهم في مراحل مختلفة بما يتماشى مع أعماره. نعم، بديهم مساحة لأنهم لما يصلوا المرحلة الجامعية يكونوا بالضبط ناضجين تماما. طيب برضو إضافة الفنون والمسرح والموسيقى للمنهج الدراسي من جديد، يعني برضو كان زمان موجود صحيح. وأصبحت غير موجودة، وهي باعتبار أنها مواد تدرس نسبة لأنه في عدد كبير جدا من الطلاب هيكون عندهم رغبة مستقبلا يكونوا فنانين مسرحيين صحيح. موسيقيين وغيرها يعني. صحيح، ده مرحلة المرحلة مهمة جدا، انه الفنون اضافة المواد الفنون والمواد التي تنمي المواهب وغيرها مرحلة في بالنسبة للطلاب، ودي كانت طبعا موجودة في المنهج في المناهج السابقة التي سبقت 30 عام اللي قلناها، العودة لها مهمة بالتحديد. يعني في الناس شعرت بالفرق الكبير اللي حصل في التعليم، في المواهب، في غيره، في الحصل في السنوات التي سبقت الإنقاذ وسنوات ما بعد الإنقاذ. يمكن العملية التعليمية واكبتها زي ما قلت شابتها كثير من المشاكل وكثير من العقد. نعم. اها استاذ بليغ، يعني التركيز ايضا على جانب اخر اضافه لحديث لينا، تدريس التربيه المدنيه بدلا عن العسكريه كالمحتاط كان في الفصول الدراسيه بالنسبه للثانوي، يعني امر تطبيق هذه الماده بالنسبه للاطفال ان نزرع في روحهم التربيه المدنيه ان يعيشوا في هذا الوطن سالمين، في تفاصيل مختلفه طبعا هذه التربيه المدنيه وحبهم لهذا الوطن، نتكلم عن الجانب ده شويه، كانت برضو ان يرتقي بطلابنا الى الامام. ما في ذلك شك ان احنا الان نعيش في مرحله الدوله المدنيه التي تطلع عليها جميع الشعب السوداني، والتي ثار من اجلها سار من اجل الوصول اليها الشعب السوداني في ثوره المجيده منذ ديسمبر، وحتى تكللت بالنجاح، والان هي جميع المؤسسات القائمه في الدوله مؤسسات قائمه على المدنيه، لابد من انه زرع الكثير من المواد التربيه الوطنيه والمواد التي تنمي فهم الدوله المدنيه في الاطفال، وتستمر هذه التنمية للعقول حتى نصل من مرحلة الثانوي ومرحلة الجامعة، ونفرز أجيال جديدة، أجيال تتنسم الحكم المدني وتتنسم الدولة المدنية وتتنسم المستقبل المشرق للسودان. نعم، بإذن الله.